وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. إذا حديثنا اليوم عن العمارة والحضارة الإسلامية، هي حضارة الجمال والفن الذي يحمل في طياته المعاني والقيم، وكما أن صناعة الجمال هي إحدى وظائف الفنون الإسلامية. حديثنا اليوم عن هذا الجمال بالتحديد مع الفنانة ربا أبو شوشة. يسعد صباحك ربا، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني أستاذة ربا، اليوم أول شيء شكرا لأنك أطفيتي هذا الجمال على الاستوديو من خلال اللوحات اللي رح نعرضها للمشاهدين. وبداية هيك حابين تعطينا شوي لمحة بسيطة عن الفنون الإسلامية. أول شيء صباح الخير، وشكرا للاستضافة الجميلة، شكرا للقاء اللطيف. يعني أنا يمكن بدي أحكي للمشاهدين إنه ربا أنا بالصدفة التقيتها في المطار، فعندما يجمع المطار يعني هيك الناس الرائعين أمثالك. فعلا شرف لإلي أن التقيتكم ومتواجدة معكم اليوم. الفنون الإسلامية إذا بدنا نتطرق لها بشكل عام في إطارها العام، هي بتحوي ثلاث، خلينا نحكي، أقسام رئيسية كعمارة إسلامية. الجزء الثاني هي المخطوط، الجزء الثالث اللي هي التطبيقات اللي هي كيفية رفض هذه الأعمال بمواد مختلفة. العمارة زي ما إحنا عارفين إنه هي مبنية على نسب، وكذلك كل الفنون من ناحية مخطوطات أو حتى التطبيقات. في التطبيقات إحنا نطلع منطقة تشريف المادة، في المخطوطات وفي العمارة إحنا نطلع على النسب الفاضلة وكيفية دراسة هذه المبادئ الأساسية أو مبادئ التصميم اللي هي كأساس لأن نطلع بالفنون الجميلة. الفنون الإسلامية واحدة من الأشياء الأساسية فيها أنها تكون هي ذات معنى باطن أكثر ما هي ذات معنى ظاهر. يعني حلو. إن الله جميل ونحب الجمال، لكن بالمقابل أو فيها روح وفيها رمز، فلا بد من وجود رمز أعلى أو معنى سامي أعلى من الرمز اللي إحنا منشوفه. يمكن هذا اللي بيميز الفنون الإسلامية بالتحديد، إنه إلها قيمة وإلها معنى داخل هذه اللوحات الفنية. صحيح. وهي كذلك في، خلينا نحكي، كديانات، ديانات الحقة كلها بتحمل نفس المعاني. فالفنون الإسلامية اللي إحنا عم نحكي عنها، سواء إذا إحنا اليوم بدنا نحكي عن الزخرفة، هي عم تحمل نفس الرموز اللي موجودة في كافة الديانات. يعني عشان أبسط الموضوع أو أوضحه للمشاهدين شوي، يعني لما يجي نحكي عن الشكل المربع، هو في كافة الديانات والحضارات هو معناته العالم الدنيوي أو الأرضي. بكل الفنون إمتى ما كان في عندنا شكل مربع هو بحوي رمز معين. جميل. الخماسي، السداسي إلى آخره من خلينا نحكي ترددات أو رموز ودلالات. كذلك الأمر، هلا إذا إحنا عم نحكي من ناحية التصميم، في عنا من ناحية معنى باطن، بعدين في عنا بيصير اللي هو الشكل الخارجي أو الإطار اللي هو إحنا منشوفه اللي هي التصميم، بعد هيك بتجي اللون. كل واحدة من هاي المراحل لابد إنها تحوي معنى. لما نيجي نحكي عن التصميم حكينا عن الرموز، عشان أنا قادر أعطي لوحة فنية ذات قيمة وذات معنى سامي لابد إنها تحمل رمز. نعم. والرمز بيكون بالاعتماد على إنه يكون الفنان مثقف قارئ عالم في الرموز والمعاني السامية. بعد هيك بيكون دور الفنان إنه كيفية إنعكاس هذه المعاني بصورة بصرية بحيث إنها تكون للمتلقي لها تأثير إيجابي على نفسه. نعم. اللون كذلك الأمر هو حاول معنى، لابد إنه يكون ضمن إطار تناغمي معين إنه يعكس المعنى وبنفس الوقت يكون يعكس جمال. وهو طبعا إحنا عارفين ما الجمال اللي في الأرض إلا هو إنعكاس من أسماء وصفات الله الحسنى على عالمنا الدنيوي. طيب ربا، يعني أنت حكيتي بشكل عام عن هذه الفنون، يمكن إحنا نعرف كمان من أنواع الفنون الإسلامية الخط العربي مثلا الزخرفة، وأنت متخصصة بموضوع الزخرفة. و تمام. الزخرفة هو المنمنمات. منمنمات. تمام. طيب أول شيء حكينا شو المنمنمات عشان ما نتوه. يعني أوكي. المنمنمات خلينا نحكيها بشكل مبسط جدا، هي بتيجي من ناحية التجريد أقل تجريدا من الزخرفة. الزخرفة بتيجي في المرتبة الأعلى. استخدموا المنمنمات زي لما تيجي تحكي في وقتنا الحالي إنه بدك تعمل استريشن لتكست معين، كانوا في السابق في الحضارات السابقة يستعملوا المنمنمات عشان نعملها كتصوير معينة، يعني أساس للزخرفة. سواء طبعا هلا إحنا بنحكيها، يعني في أكثر من باب في المنمنمات، في باب اللي هو كان له علاقة في القصص ويعكس الكورت الخاص في الخلفاء وإلى آخره، في الجانب الثاني اللي هو العلمي اللي كانوا يستعملوه بتدوين أو عكس الاكتشافات الطبية أو
والاكتشافات العلمية اللي كانت تصير، فكانوا يشتغلوها عشان يظهروها للناس أو يدونوها من ناحية خلينا نحكي فيها رسومات توضيحية. فكانت هاي المنمنمات وتطورت لوصلت لوقتنا الحالي. نعم. طيب خلينا نتحدث الآن عن خصائص الزخرفة الإسلامية تحديداً دوناً عن غيرها من الفنون الإسلامية. خصائص الزخرفة زي ما حكينا واحدة من الأشياء الأساسية اللي هي لابد أنه تكون إنها معنى، بتختلف من مدرسة لمدرسة أو خلينا نحكي من حضارة لحضارة، من فترات عفواً من فترات لفترات. خصائصها الأساسية اللي بنحكي عنها التجريد، لكن التجريد اللي هو مو في المعنى الحالي اللي إحنا بنتداونه. التجريد انه انت تقيمي كل ما هو كل التفاصيل اللي الظاهره اللي ما لها داعي، والابقاء على الجوهر. الابقاء على الجوهر انه انت توصلي للشكل الاساسي من التصاوير الموجوده عندنا. انا رايي تشرحي لنا من خلال مثال، هل ممكن تشرحي من خلال الامثله الموجوده؟ تمام. هلا انا راح اشرح لكم عن هاي اللوحه كمعنى باطن. نعم. خلينا نبينها بشكل عام للمشاهدين. طبعا هاي قلت لي انها مرسومه بالذهب. بالذهب. طيب احكي لنا بدايه بس هيك قبل ما ندخل بدلالات هذه اللوحه، احكي لنا عن الرسم وعن الالوان اللي انت مستخدماها. تمام. هلا هي باطارها العام هي شكل خماسي. الشكل الخماسي زي ما حكينا قبل شوي هو عباره عن اول نقطه انه بنتحرك فيها من المربع اللي هو الشكل الدنيوي. الشكل الأرضي المربع، بنطلع نقطة، إذا أضفنا نقطة بيصير شكل خماسي. فالشكل الخماسي هو أول نقطة للتحول إلى الشكل الدائري. الدائري هو العالم الروحي. فهذا الخماسي بين البرزخ، يعني البرزخ بيجي فيما بعد. الخماسي هو المريد، هي رمز للمريد. المريد اللي هي طالعة من كلمة إرادة، اللي هو الشخص اللي عنده إرادة في العودة. إنا لله وإنا إليه راجعون. عند المتصوف موجود هذا المريد. نعم بالضبط. فهي بتكون هي أول خطوات العودة، إنه البحث عن طريق العودة أو البحث عن المركز اللي هو كل إنسان لابد إنه يبحث عنه. فالشكل الخماسي هو رمز للمريد. وإذا بتلاحظي على الداير في الشكل السداسي اللي هو بنحكي عنه الترومان، ببلش من قلبه اللي هي السنتر اللي هي نقطة. نعم. الذهب. نعم. إيجاد مركزه، وبعد ذلك بصير يمشي في طريقه اللي هي دائما لابد إنه تكون عامودية باتجاه الأعلى، إنه إحنا بنطلع من الدنو أو العالم الأرضي إلى العالم الروحي. جميل. يعني حتى هذه الأعمدة إلها دلالة. إلها دلالة. فالاتجاه بيختلف، إذا كان الخماسي معكوس له رمز. نعم. إذا كان معكوس لفوق برضو إلى رمز. العبارات المكتوبة داخل الفراغ التصميمي. نعم. فاعبدوه هو الله رغبة رهبة خوفا طمعا. وجودها على اليمين وعلى الشمال طمعا رغبة برضو له دلالة، خوفا رهبة على الشمال برضو له دلالة. في عنا اللي هي الاكتيفيتي والباسيفيتي، الرغبة والطمع دائما بتلاقيها من الإنسان إنه هو اللي بده يعود، فلا بد من إنه يسعى ويعطي جهد لحين ما يوصل لمراده. الخوف يمكن، يعني بس انا بس مقاطعه لك، يعني يمكن هلا الناس عم تتساءل، طب انت عم تحكي لنا انه هذا العمود هو له دلاله، الدائري معناته روحان الى اخره. هذه الدلالات من اين جاءت ومن اين نشات؟ الدلالات هي موجوده فينا. هي في الاصل في فطرتنا، لكن احنا شتينا عن الفطره. وجود التشويش البصري الموجود في حياه الانسان هو اللي عم بيكسر المقادير الموجوده عندنا، اللي هي الرموز اللي الله خالقنا عليها، واللي هي في الاصل اللي علمنا اياها الله. الله علم الانسان الاسماء والصفات. نعم. والى اخره من قصص. فهي بفطرتنا الصحيحه موجوده. نعم. لكن احنا شتينا. جميل. فعشان هيك لابد من وجود فنون معينه، مباني او العماره اللي زي ما بنشوف احنا هلا في جو اسطنبول وشايفين العماره بحضارتها بقوتها بثروتها. نقطه جدا مهمه ذكرتي جو اسطنبول. انا مثلا المآذن اسطنبول العموديه دلاله عند المتصوفه على ارتباط الانسان بالسماء، يعني خصوصا انه احنا لما بنشاهد المساجد بشكل من بعيد بتحسي انه بالفعل المآذن مرتبطه بالسماء بشكل او باخر. ذات الشيء هون دلاله العمود انه خلص الانسان وصل، يعني بعد ما وصل الشكل الخماسي ارتبط ب في هاي في زي هيك اعمال فنيه. في عنا احنا بنحكي عنها النقل اللطيفه. نعم. في مبنيه على المحبه. الزخرفه بشكل اساسي مبنيه على مبدا المحبه، فما فيها انتقال مباشر. نعم. يعني ما فيها ابيض اسود، لا، بتلاقي انه في عندك نقل لطيفه، في تدرج. فانا ما بنهي من فراغ او من حيز تصميمي كثيف زخم الى فراغ،
بتلاقي لا في نقلة لطيفة بمساحات أو بنسب كذلك الأمر مدروسة، مراحل جميلة. بالعمود اللي هون الفوقاني هو أطول من الباقيين عشان هو الاتجاه اللي هو الإنسان بيسعى له اللي هي العمودية، زي كيف لطيف. انعكاس يعني المآذن، كل شيء مدروس، كل حركة وكل سنتي مدروس في هذه اللوحة، كل شيء فيها له معنى بيكون. طيب يعني خلينا نحكي عن أهمية هذه الفنون وهذه الحضارة فعلا، يعني الحضارة الإسلامية قديه هاي الفنون وهذه الزخارف بتنقل الحضارة للآخر، قديه بتساهم فعلا في توعية الآخرين وفي نقل هذه الحضارة من جيل إلى جيل. تمام، هلا في نقطة ذكرتها من شوي اللي هي مدى تأثيرها، وجود هذه الفنون أهميتها إنها ترجع لنا هاي النسب الصحيحة. لما يكون في عندك محيط فني أو معماري أو إلى آخره ذو نسب صحيحة، ذو جمال معين، نسبة معينة من الجمال، هي بتساعدك أو بتذكرك شو الشيء الصحيح الموجود فينا، فهي كأنها عم تنعشي شيء مخفي أو مغطى عم بتحاول تنطفي عشان تشوفي الجوهرة الموجودة فيك. فوجود هاي الفنون بتساعدك تلاقي تكشف الجمال الداخلي في النفس. وبرضه دائما بنحكيها كل إنسان فينا فيه فنان أكيد. لكن نسبة الفن بتختلف من شخص لشخص، كيفية إنك تطلعي هذا الفنان تعتمد على الأساس اللي أنت عم تدرسيه. وهذا يمكن قادني هيك على سؤال آخر، ربما يعني هاي اللوحات وهاي الأمور اللي بيحاول الإنسان إنه أو شخص بيقول لك أنا عجبتني هذا الفن بدي أتعلمه، هل هي فعلا أمور مكتسبة بالتعليم أم هي موهبة وإحساس ربما يولد شخص غير عن شخص؟ تمام، بنرجع لنفس النقطة السابقة إنه هي نسب متفاوتة، لكن إذا أنا كان عندي فنان موهوب ونسبة الموهبة عنده جدا عالية وما اشتغلنا عليها ما صقلناها ما إلها داعي. تمام. بالمقابل في إنسان اللي هو خلينا نحكي اللي هو بيحكي عن نفسه إنه هو مو فنان أو أنا ما عندي هاي الموهبة فأنا كيف بدي أكون على قدرة إني أكون فنان، هو موجود فيه لكن كيف أنا أقدر أشتغل على إني أأسسه بشكل صحيح ليطلع فنان ونترجمها للواقع. كل إنسان عنده مقدرة إنه يكون فنان لكن بنسب متفاوتة وكيفية بناء هذا الفنان أو توجيهه. ربا أنت الآن في إسطنبول، وإسطنبول مشهورة يعني مسألة الزخرفة الإسلامية فيها بشكل كتير كبير، المساجد مزخرفة بطريقة رائعة جدا. كنت بتحكي إنك أنت عندك قدرة طبعا كونه يعني هذا عملك إنك تستكشفي بعض بواطن الأمور من هاي الزخرفات. بصراحة لما دخلتي مساجد إسطنبول وتأملتي الزخرفات اللي فيها، شو شاهدتي؟ شو أوحت لك هذه الزخرفات؟ هي شو أوحت أو شو شاهدت هي يعني أنا بتطلع عليها من ناحية تانية إنه هي بتذكرك إنك تذكري. يعني هلأ في ناس بتقول لك تلهيكي أو بتشتتك، لكن فعليا إنك تشوف الرذم اللي موجود في الزخرفة وعينك تلحق هذا الرذم هي بتذكرك إنك تذكري، تسبحي الله، تسجدي إلى آخره. هذا في رأيي الشخصي من منطلة إنه هي فعليا عم بتذكرك إنه شو أنت من جوا، عم بترتب لك. هي سواء لإنسان فاهم الدلالات أو غير فاهم الدلالات هي شيء جميل مبني على نسب صحيحة بتحاكي النسب الداخلية، فلا بد إنها تكون مذكرة مو إنها تشتت. طب شو اللي خلى ربا تتجه لهذا النوع من الفنون؟ يعني شو الشيء الداخلي اللي جواكي خلاكي إنه والله أنا إبداعي فعلا في هذا الفن ولقيت حالي فيه؟ تمام، هلأ هي نكون صريحين، هي بداية الموضوع كانت توجه إني أنا بدي أكون فنانة، أنا بدي أتابع مسيرة الفن اللي هي موجودة في عائلتنا. في جيل وراثي بالموضوع برضو كل العائلة فنانين أو أغلبهم خلينا نحكي. توجه كان أول شيء إنها هي الدراسة في أنا درست في الأردن، خريجة من كلية العمارة والفنون الإسلامية. ربطت الدراسة ما بين العمارة والفنون، فكان أنا مبتغيني أنا بدي أفهم بالعمارة وبنفس الوقت أنا بدي أفهم بالفنون. بطيف. فلما ارتبطت الموضوعين مع بعض وبتتوجهي بتشوفي شو فعلياً الأوتلاين تبعت الدراسة تبعتك حتكون بشكل عام، فتحت لك أكيد أفاق جديدة وتطلعي شو النماذج، شو اللي عم بشتغل، شو الشيء اللي رح يكون يعني مردود أو الإنتاج الفني من بعد هذه الدراسة. مباشرة توجهت لها بناءً على قراءة كمان. يعني واضح إنه في ثقافة عندك في هذا الموضوع. الحمد لله. وهذا يميزك. جميل. تقرأ أتوقع غير الأمور الخاصة بالفن. صحيح. يعني أنت عم تقرأ بموضوع التصوف، بموضوع العبادات، العلاقة الإنسان بالله عز وجل حتى تقدري فعلًا توصلي هذه المعاني في هذه اللوحات.
تمام. طيب ربا، أنا سؤالي الأخير مسألة مشروعك، يعني أنت الآن ما شاء الله امتلكتي ملكة الفن الإسلامي، هل لديك مشروع خاص بالعالم العربي، ممكن في بلدك الأردن أو في بلد آخر في العالم العربي، لحتى تطبقي هذا الفن وهذا الجمال فيه؟ تمام. هلا النقطة أنا الأساسية دائما بحكيها هي مش مشروعي الخاص، هي مشروع أو هي مسؤولية كل شخص إنه يحاول إنه يأثر على اللي حواليه بطريقة إيجابية كفنانين. يعني بحكيها كنت في المعارض اللي عم بتصير لها افتتاحات، كافينا سلبية اللي موجودة حوالينا من الضغوطات الاجتماعية أو السياسية أو إلى آخره، ليه ما يكون الفنان تأثيره إيجابي دائماً بفنونه؟ ليش أنا أرسم لوحات ذات تأثير سلبي على نوافذ النفس؟ اللي هي إحنا لما نحكي كفنانين، إحنا الفنانين عم بحكي اللي بيشتغلوا بالرسم أو العمارة أو إلى آخره، أنا تأثير المباشر على نافذة البصر، لما يكون دائما تأثيري إيجابي على المتلقين بدل ما يكون فيه نسبة من السلبية. فإحنا بطريقتنا، أنا رسالتي أو الهدف الأساسي إنه ننشر شيء من الإيجابية. إذا إحنا علمنا هاي الفنون وبلشنا نتناقلها، في إسطنبول في ما شاء الله يعني زخم من هاي الفنون، لكن في عالمنا العربي بتلاقي في شح نوعا ما منها. يعني الفنانة ربا أبو شوشة فعلا يعني أنت أعطيتينا طاقة إيجابية وجرعة من الجمال في الاستوديو. شكرا لك، أتمنى لك كل التوفيق يا رب. شكرا، شكرا على استضافتكم. شكرا لك. ومشاهدينا رح ننتقل وإياكم إلى موضوع آخر ومعلومات غذائية صحية حول فوائد البطاطس الحلوة. من شاهد